أمريكا تعلن اشتباكها مع صنعاء في البحر الأحمر. وإلى التفاصيل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اشتباكها مع صواريخ وطائرات مسيرة لقوات صنعاء في البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها اليوم إنها اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة لقوات صنعاء جنوبي البحر الأحمر، مؤكدة أن طائرات صنعاء تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، مشيرة إلى أن صنعاء استهدفت بـ5 صواريخ ناقلة نفط ترفع علم بنما MV هوانغ بو تمتلكها الصين. أصاب أحدها الناقلة وأدى إلى اندلاع حريق. طبعا القيادة المركزية الأمريكية تكذب في هذا الخبر بخصوص أن هذه الناقلة تمتلكها الصين، هي لا تمتلكها الصين، وإنما تمتلكها أمريكا. أمريكا تقوم بالتمويه وتريد أن تثبت للعالم أن قوات صنعاء تستهدف كافة السفن التي تعبر من البحر الأحمر، يعني تشي تطلع صنعاء كاذبة أمام العالم. وهذه هي أساليب واشنطن المخادعة والتي يعرفها الناس جميعا والعالم أجمع. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.